مرحبا، أنا نادين فلاح وهذه حلقة جديدة من برنامج سيدتي. في هذه الحلقة من سيدتي، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تدخل اليوم مرحلة جديدة، إذ ستتيح قيادة القطارات للمرة الأولى في تاريخ المملكة ل37 امرأة. أنا أعتقد أنها خطوة متقدمة، خطوة رائدة تحسب لجامعة الأميرة نورة. الفنانة السعودية مروة محمد تروج لحملة قيادة المرأة السعودية عبر جلسة تصويرية. ومن قال لكم إننا نريد القيادة؟ بالفعل موجودات بعض السيدات في المملكة اللي يقولون إحنا ما نبغى نسوق. كثيرة هي الاتهامات التي تتلقاها المرأة من زوجها الرجل، فهل الزوجات يكرهن أهل الزوج؟ في العموم وفي المطلق أنا بقول إنه هذا الصراع أزلي وسيبقى ليوم القيامة. نعم. مشكلة العصر الحقيقية للكثير من السيدات السيلوليت وآخر الاكتشافات العلاجية. معكم فينا نبلش نقول وداعاً للسيلوليت إلى الأبد. على الأكيد وداعاً للسيلوليت إلى الأبد، بتوقف على الشخص. ابقوا معنا. تبدأ 37 امرأة سعودية في قيادة قطارات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في العاصمة الرياض، وهذه سابقة من نوعها ولو كانت القيادة محصورة داخل الحرم الجامعي. نستهل حلقة اليوم بهذا التقرير الذي يلقي الضوء على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام العربية كافة. تدخل جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم مرحلة جديدة، إذ ستتيح للنساء قيادة القطارات للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية. هذا الخبر الذي نشرته جريدة الوطن أحدث ضجة إعلامية واسعة، بحيث اعتبرته الصحافة العالمية سابقة من نوعه في المملكة. وستسلم الشهادات المعتمدة لأول طاقم نسائي مؤلف من 37 امرأة سيعملن بوظيفة كابتن و56 مضيفة في قطارات ستخدم الطالبات داخل الحرم الجامعي شمال الرياض. وكانت معلومات صحفية أكدت أن الطاقم النسائي خضع لدورة تدريبية طيلة 3 أشهر لقيادة 22 عربة قطار، 4 منهن بصفة احتياطية تجوب مرافق الجامعة في موقعها الجديد على طريق المطار، حسب تصريح وكيلة وكالة المجتمع لشؤون الخدمة الدكتورة نائلة الديحان. والإضاءة على هذا الموضوع استقبل معي من الرياض دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السابق وعميد بجامعة الملك سعود. في البداية، هل تعتبرونها سابقة أم أن الموضوع عادي طالما أن التنقل محصور داخل الحرم الجامعي؟ أنا أعتقد أنها خطوة متقدمة، خطوة رائدة تحسب لجامعة الأميرة نورة. وفعلا جامعة الأميرة نورة تعد من أكبر الجامعات من حيث اتساع الحرم الجامعي، وبما أنها جامعة نسائية فلكي تصل الطالبات من مكان لآخر من الكليات المختلفة، ولا بد أن يكون لهم وسائل مواصلات متطورة، وتنقل الطالبات من مكان لآخر من كلية لكلية، من معمل لمعمل، من مكان السكن إلى أماكن قاعات المحاضرات. وهذا يتطلب القطار الذي أسس في الجامعة، وأنا أعتقد أنها أول جامعة حتى على مستوى العالم أن يكون فيها هذه الوسيلة من وسائل المواصلات وهي القطارات. ونعتقد أن بناتنا الذين نجحوا بهذا العدد الكبير 37 امرأة نجحوا بالتفوق بقدرة قيادة القطار، وكان أول وفاتحة ذلك القطار حينما افتتح الملك عبد الله هذه الجامعة، ولكي يصل من مكان لآخر ركب القطار وكانت تقود به امرأة. إذن هذه خطوة جيدة تحسب لهذه الجامعة، خطوة تؤكد أن المرأة قادرة على أن تكون قادرة في تولي أي مسألة من المسائل، بما فيها قيادة السيارة، قيادة القطار، قيادة الطائرة، قيادة الدبابة، فيما لو استدعى الأمر مصلحة الوطن أن تشارك المرأة في الدفاع عن حياد الوطن. لأن المرأة
أعتبر إنه هذه الخطوة في جامعة الملك عبد في جامعة الأميرة نورة خطوة متقدمة، ولو تعلم الأميرة نورة بأن جامعتها التي تحمل اسمها وفي هذا العدد الكبير من الطالبات وسيكون فيها عدد كبير جدا من الطالبات، وأن البنات هم الذين يتولون أمورهم في هذه الجامعة بما فيها قيادة القطار، أعتقد أنها ستكون في منتهى السعادة. طيب، سؤال سيطرحه المشاهدون، هل هذه الخطوة تمهيدية للسماح لاحقا بقيادة المرأة داخل المملكة العربية السعودية، أم أنه من المبكر أن نتحدث عن ذلك؟ إذا توفرت أماكن أو جامعات مشابهة لجامعة الأميرة نورة في أماكن أخرى وبنفس الاتساع، فأنا أعتقد أن تجربة الأميرة جامعة الأميرة نورة حتعمم في كل مكان. وربما الآن ونحن نسير قطار المشاعر الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة تربط المشاعر مع مكة المكرمة، وربما أيضا ربط مكة مع المدينة المنورة، ربما أن التجربة التي تخوضها جامعة الأميرة نورة أن نستفيد من بناتنا يوما أن يكون مرشدات وقائدات للقطار في أماكن مختلفة. ولكن الآن التجربة هي موجودة في جامعة الأميرة نورة لما تتمتع به هذه الجامعة من مواصفات لا تتوفر لحتى الآن في أي مكان آخر. أنا أتصور أن هذه الجامعة ستوظف الكثير من المهندسات من الفنيات في كثير من القطاعات، لأن بما أن هذه الجامعة جامعة نسائية فحتما سيكون الأغلبية من الذين يعملون ويسيرون كل أمور هذه الجامعة سيكون من النساء. بكل أسف نحن الرجال سنحرم من مشاهدة هذا الصرح العظيم والجميل في بنائه في تخطيطه في مكتباته في كل ما فيه، ولكن لعله يأتي يوم أيضا، لأن لا تستغني المرأة من الرجل لا تستغني عن الرجل والرجل لا يستغني عن المرأة، وأعتقد أنه حتما لن يكون هذا الفصل سيكون أبديا، لأنه الخبرات التي يملكها الرجال تكمل الخبرات التي تملكها النساء، وكل منهم يحتاج للآخر في إكمال مسيرة تسيير صرح علمي فكري ثقافي صناعي مثل صرح جامعة الأميرة نورة. شكرا لمشاركتنا في طرح هذا الموضوع. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.